للحديث أكثر عن دور إيران في نشر المخدرات بين الشباب العراقي، حتى أن وزير الصحة الأسبق حذر من وصول المخدرات إلى المدارس الابتدائية في العراق. للحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من مالمو عضو التحالف الوطني المعارض السيد لبيد الصميدائي. سيد لبيد، بداية مرحبا بك. وزير الصحة الأسبق جعفر علاوي أكد أن إيران أهانت وفدا عراقيا رسميا طالب بإغلاق الحدود بسبب المخدرات التي تدخل عبر الحدود العراقية الإيرانية وكذلك مواد مشبوهة أخرى، بعيدا عن تقبل الحكومة في بغداد هذه الإهانة. نتحدث أستاذ لبيد عن أو نتساءل، لماذا تقبل الحكومة ترك الحدود مفتوحة لدخول المخدرات الإيرانية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. الحكومة تترك هذه المنافذ مفتوحة أمام دخول المخدرات إلى داخل العراق لسببين. السبب الأول لأن إيران لا تريد غلقها كما تفضلتم وكما أشار إلى ذلك الدكتور جعفر علاوي في حديثه عن الوفد العراقي الذي أهين بسبب مطالبته بغلق هذه الحدود، والمطالبة كانت مرتبطة، مطالبة الوفد بغلق هذه المنافذ كانت مرتبطة كما نعلم بكون أن المخدرات تأتي جلها من إيران عبر هذه المنافذ. السبب الثاني هو أن الحكومة العراقية من خلال أدواتها ومن خلال أحزابها التي تتشكل منها هذه الحكومة لها مصلحة، أيضا لها مصلحة مباشرة بفتح هذه الحدود، وحتى مسألة دخول المخدرات إلى العراق وتفشيها على هذا المستوى الكبير يؤكد أن هناك مصلحة وهناك تواطؤ بين قوات رسمية، بين جهات رسمية وجهات حزبوية في داخل الحكومة. هناك خطيرة أستاذ لبيد، هناك أمر خطير كبير يعني يتعرض له الشعب العراقي. وزير الصحة نفسه جعفر علاوي أكد أن المخدرات الإيرانية وصلت إلى مدارس البنات الابتدائية في العراق، إلى أين تتجه البلاد؟ نعم، هذا الكلام طبعا أصبح دارجا في الوسط العراقي. أنا سمعته من معلمين ومدرسين قالوا أن مدارس البنات وصلت إليها حبوب كريستال وحبوب أخرى من المخدرات، وهذا الكلام سمعناه وأصبح شائعا في العراق منذ أكثر من 6 أشهر. بالحقيقة هذا الأمر بالحقيقة يؤكد على المستوى الفظيع الذي وصلت إليه هذه. وإذا استعرضنا مثلا التدرج في مستويات التفشي المخدرات، يعني سنة بعد سنة نجد أن هناك متوالية هندسية، أي هناك مضاعفات. يعني في العام الماضي كان على سبيل المثال مستوى المخدرات لم يصل إلى هذا المستوى، إلى وصول المخدرات إلى المدارس الابتدائية، وهناك حديث وتشدقات كثيرة بأن الحكومة تقوي قبضتها على هذه المسألة. طيب، وسط هذا الشد والجذب بين التصريحات الحكومية وغيرها، التصريحات الخارجية أو الإيرانية، من المستفيد من دخول المخدرات عبر الحدود الإيرانية إلى العراق في وقت تسيطر الميليشيات المدعومة من إيران على أغلب منافذ العراق؟ أو بمعنى آخر، يعني إذا كان القصد معروف أو الجهة التي هي مستفيدة من نشر المخدرات في العراق معروفة، ولكن ما هي الغاية التي تريد الوصول إليها؟ نعم، المستفيد الأول قولا واحدا، المستفيد الأول هو إيران، وهناك مصلحة استراتيجية بالحقيقة لإيران تستفيد من هذه الحالة، حالة أنه فتح الحدود وحالة أنه إبقاء عملية دخول المخدرات إلى داخل المجتمع العراقي. لماذا؟ لأن إيران بعد أن أحكمت سيطرتها على مراكز القوة العراقية، أقصد الحكومة وكل مفاصل الدولة، أصبحت تستهدف المجتمع العراقي. يجب أن تجعل هذا المجتمع مجتمعا متفسخا ومتهالكا من أجل السيطرة على المجتمع، خصوصا بعد انتفاضة تشرين. يعني انتفاضة تشرين فاجأت إيران بأنها مكروهة في الشارع العراقي، وخصوصا عند الوسط الشبابي وعند الصبية، وحتى الأطفال أصبحوا يكرهون إيران وحرقوا ودمروا رموز إيران في داخل العراق وفي الشوارع، يعني جهارا نهارا.
فلذلك إيران أصبح من مصلحتها الاستراتيجية أن تستهدف هذا الوسط، خصوصا الوسط الشبابي في داخل المجتمع. هذه الأجيال ستثور على على أتباعها وديونها في الدولة العراقية. شهود عيان أستاذ لبيد يتحدثون عن أن يعني هناك حديث داخل الشعب يتردد، تشكيك، يعني العراقيون يشككون في إمكانية السيطرة بشفافية على ظاهرة تفشي المخدرات وتهريبها من إيران إلى العراق. لماذا هذا التشكيك؟ لماذا العراقيون هم يعلقون ما يجري من نشر للمخدرات على إهمال الحكومة؟ مسألة طبيعية أن يشكك الفرد العراقي بجدية الحكومة في السيطرة على هذا على هذه الآفة وعلى هذا الوباء الذي أصابه في المجتمع العراقي. لماذا؟ لأن كما ذكرنا سابقا أن هذه الآفة تزداد مع السنين، مع الأيام تزداد هذه الآفة، والتصريحات الحكومية تزداد أيضا سخونة وتعد المجتمع بأنها ستسيطر وستشدد الرقابة، لكن الذي يحدث النتيجة هي عكس ما تقول وما تدعيه الحكومة. لذلك فإن الشعب العراقي غسل يده من وعود الحكومة ومن الكلام الذي تطلقه الحكومة بكل مؤسساتها، خصوصا وأن المنافذ الحكومية وعددها 26 كما ذكر الدكتور جعفر علاوي، هذه المنافذ كلها معظمها تسيطر عليها الميليشيات، والميليشيات نعرف أنها مرتبطة بأحزاب تتشكل منها الحكومة الحالية، وهذه الميليشيات والقوات المسيطرة على المنافذ مرتبطة أيضا ومتواطئة مع تجار المخدرات، وهي أيضا لا تتناغم مع الإرادة الإيرانية في مسألة مصلحتها الحيوية في تخريب وتفسيخ المجتمع العراقي. شكرا جزيلا أستاذ لبيد الصميدعي، عضو التحالف الوطني المعارض، كنت معنا عبر الهاتف من مالمو.